حلقة جديدة من زوايا الحدث، أهلا بكم. مرحلة جديدة في عدن، هذا ما يبدو عليه الأمر مع خطاب المحافظ الجديد عبد العزيز المفلحي، والذي أكد فيه على أهمية النهوض بالمدينة التي تشهد انقساما سياسيا وترديا في الخدمات بعد قرابة عامين من تحريرها. في هذه الحلقة من زوايا الحدث سنتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي أبرز أجندة المحافظ الجديد؟ وما الذي تحتاجه عدن بالضبط من المحافظ الجديد في هذه المرحلة؟ إذن تحدث محافظ عدن عبد العزيز المفلحي عن الصعوبات التي يتوقعها في مواجهة عمله بالعاصمة المؤقتة، لكنه قال بلهجة واثقة أنه ما من مشكلة بلا حل في مدينة تمتلك من الإمكانات ما يؤهلها لتكون مركزاً جاذباً للاستقرار والتقدم الاقتصادي. رغم اللغة الواثقة التي بدأ عليها المحافظ الجديد، إلا أن الواقع يشير إلى أن السلطة المحلية الجديدة ستواجهها الكثير من العراقيل في مدينة لا تزال تعيش أثار الحرب والتخبط السياسي، مما يجعل من الكلام الآن مجرد إشارة عابرة إلى نية بالعمل وبانتظار الأثر على الأرض. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا، نذهب لمتابعة هذا التقرير. فليكن أفقنا أوسع وأبعد، ونمارس التحدي بكل إرادة وفاعلية. بداية قوية وحضور مسؤول، هذا ملخص تحركات اليوم الأول لمحافظ عدن عبد العزيز المفلحي صاحب الخلفية السياسية والاقتصادية الكبيرة. حاول المفلحي خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقده بحضور الصحفيين وضع العديد من النقاط على الحروف، مؤكدا اعتزامه حل المشكلات التي تواجه المحافظة. لم يصرف المفلحي وعودا، بل قدم رؤية مبسطة للحل تقوم على أساس الشراكة بين جميع الأطراف المحلية، ولم ينسى التركيز على ضرورة التسامح وعلى أهمية التنسيق مع الحكومة للإسهام في إخراج المحافظة من الأزمات المتجذرة في مجال الخدمات العامة. يحظى المحافظ الجديد القادم من الدوائر القريبة من الرئيس هادي بدعم كامل من الحكومة ودول التحالف، وهو الذي التقى عقب صدور قرار بتعيينه محافظا لعدن بعدد من السفراء، أبرزهم السفير الأمريكي الذي أكد أن بلاده تدرس خيار فتح سفارة في عدن. الصيف الساخن الذي تنتظره المدينة سيكون باردا بحسب ما قاله رئيس الحكومة، وسيتم بعد يومين افتتاح محطة توليد الكهرباء التي مولت إنشاءها دولة قطر بقدرة تصل إلى 60 ميجاوات. يبقى الأهم من كل ذلك هو التعامل في الأرض مع كافة الأطراف وتذليل الصعاب الأمنية المتمثلة بتعدد تبعية الأجهزة والقوى الأمنية وتضارب المهام والصلاحيات بين السلطة المحلية والحكومة والتحالف. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ مع وكيل وزارة الإعلام عرفات مدابش الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من عدن. مرحبا بك سيد عرفات. سيد عرفات هل تسمعني؟ وأهلا وسهلا. أهلا بك سيد عرفات، تتحدثون عن بداية جديدة في عدن مع وصول المحافظ الجديد، ما هي أبرز ملامح هذه البداية وهذه المرحلة؟ نعم بالتأكيد نحن لدينا تفاؤل كبير جدا يعني فيما يتعلق ب يعني إعادة إعمار المناطق المضرة من الحرب، وبالتالي يعني الشيخ او الدكتور عبد العزيز المفلحي طبعا شخصيه سياسيه واقتصاديه بالعه في هذا الجانب، وبالتالي لدينا تفاؤل كبير جدا في انه سوف يقوم بعمل كبير جدا فيما يتعلق بعد الاعمار وانهاء الكثير من المشاكل او المتعلقات بمساله الحرب التي دارت في رحاها في 2015. بالتالي هو يعني رجل لديه امكانيات عاليه، ونحن نعول عليه كثير جدا في الحكومه اليمنيه. نعم السيد عرفات، هل ترى ان الظروف مواتيه لذلك ولديه الامكانيات للبدء بهذه المرحله التي تحدث عنها؟ ما فيش حاجه اسمها ظروف مواتيه. تمام؟ نعم. في حاجه اسمها يعني الاراده، انه الناس لديها قدرات وامكانيات، والحكومة اليمنية طبعا لديها هذه الإمكانيات، تعمل بكل قضيها وقضيضها من أجل أنه استعادة الأمن والاستقرار. طبعا والأمن والاستقرار هو الأساس فيما يتعلق بأي عملية إعادة إعمار،
خاصة فيما يتعلق بمدينة زي عدن، هي عاصمة مؤقتة الآن للحكومة اليمنية، وبالتالي لا يمكن أن نحكم عليها أنه الظروف مواتية أو غير مواتية. نعم سيد عرفات، بالتالي نحن باتجاه أنها نذهب نحو عملية جديدة. فوصلت الفكرة. أتحدث عن التحدي الأمني في ظل انقسام الأجهزة الأمنية في المحافظة، كيف سيتم التعامل مع هذا الجانب؟ دور عبد الحلاية ليش نعم يبدو عامة. لا لو سمحت لي خلنا اكمل اجابتي اولا. نعم نعم سيد عرفات، ولكن كان هنالك يعني الصوت غير واضح، تفضل. ايوه اعتقد لا يشكل اي هاجس مساله الجانب الامني. الجانب الامني طبعا الحمد لله عدن وضعها مستقر باذن الله سبحانه وتعالى، وبجهود القيادات الامنيه ومقدمتهم طبعا اللواء شلال علي شايع طبعا مدير امن عدن، هناك وضع مستقر بشكل كبير جدا. فبالتالي اعتقد انه الاجهزه الامنيه سوف تتعاون مع الاخ المحافظ الجديد، واعتقد ايضا التباينات الموجوده فيما يتعلق باداء الاجهزه الامنيه سوف تحل في اقرب وقت ممكن، لانه اصلا المساله لا تتعلق بمساله ميليشيات ولا تتعلق بمساله يعني امور من هذا القبيل، انما مساله فقط ان يعني هناك يعني القليل من يعني التباينات البسيطه فيما يتعلق بترتيب الوضع الامني. ولكن عدن هي طبعا عاصمة مؤقتة وكلها تخضع للحكومة الشرعية، وبإذن الله سبحانه وتعالى كل المسائل البسيطة سوف تحل، والمقاومة الجنوبية طبعا تم دمجها أو الجزء الكبير منها تم دمجها في الحكومة أو في الجيش الوطني، وبالتالي ما تبقى من خطوات سوف يتم في الوقت القريب العاجل. أيضا الأجهزة الأمنية سواء الأمن السياسي أو الأمن القومي أو غيره كل اتباع الحكومة الشرعية، وبالتالي هناك إذا كانت هناك ثمة مسائل هذه سوف تحل في وقت قريب جدا إن شاء الله. إذا عرفات مدابس، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عدن. الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الصحفي سامي الكاف، مرحبا بك سيد سامي. أهلا وسهلا. سيد سامي، ما الذي تحتاجه عدن من المحافظ الجديد؟ هذا السؤال الذي هو أحد محاور هذه الحلقة. في البداية طبعا الجميع يعرف الإشكاليات التي حصلت بمجرد تعيين محافظ جديد بديلا عن المحافظ السابق اللواء المناضل عيدروس الزبيدي. وهذه الإشكاليات ليست تباينات بسيطة كما تفضل الأخ عرفات مدابش وكيل الإعلام، لا أدري عن أي تباينات يقول بسيطة. الواقع مختلف تماما. إعلان ما يسمى بعدن التاريخي الذي حدث يوم الخميس الموافق 4 مايو واضح وفقراته واضحة، ويقول هذا الإعلان أنه يرفض قرار تعيين محافظ عدن عبد العزيز المفلحي بديلا عن المحافظ المناضل اللواء عيدروس الزبيدي. هذه ليست تباينات بسيطه، هذه اشكاليه اذا لم تحل في سياقها الصحيح فانها مدعاه لتوتر الوضع. الناس في عدن كانوا قلقين جدا من ان يحدث صدام دامي بين القوات التي تتبع محافظ عدن والقوات الاخرى. يجب ان يتم فصل هذه الإشكاليات وليست التباينات البسيطة. نعم سيد سامي، أنت تتحدث عن هذه الإشكاليات، قلت يجب أن تحل هذه الإشكاليات، قلت يجب أن تحل، تحل مع من وكيف؟ تحل بفرض الأمور الأمنية من قبل السلطة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي للدفاع عن قرار تعيينه بصفته الرجل الأول في الدولة، وهو الذي يمثل الشرعية في اليمن، وهي الشرعية التي تدعمها التحالف العربي ومجلس الأمن الدولي بقراره 2216. هذه أمور واضحة لا لبس فيها. إذا لم نعالج هذه المواضيع من هذه الزاوية فإننا سوف
نقرا في مزيد من المشاكل، وهذه المشاكل سوف تجر الجميع الى صراعات، ونحن في غنى عن هذه الصراعات. الان اول مهمه يجب ان تكون على عاتق المحافظ الجديد ان يحسم امره مع المحافظ السابق، وهذه الامور يجب ان تحل من اعلى سلطات الدوله. يجب ان نضع النقاط على الحروف بدلا من ان نقول انها مجرد تباينات بسيطه. لا نعم سيد سامي، في هذا الإطار هنالك أخبار تتحدث عن استدعاء السعودية للمحافظ السابق وعدد من القيادات التي شملها الإقالة وغيرها، هل ممكن أن نستشف من هذا الاستدعاء أن يكون في إطار الحل لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات التي تتحدث أنت عنها؟ عفوا الصوت يتقطع ولم اسمع بالضبط. نعم سيد سامي، هناك اخبار تتحدث خلال اليومين الحاليه عن قيام السعوديه باستدعاء المحافظ السابق وبن بوريك وشخصيه اخرى الى السعوديه، هل نستطيع القول ان هذه خطوات من السعوديه والتحالف لحل هذه الاشكاليات التي انت تتحدث عنها؟ إلى الآن مثل هذه الأخبار مجرد تخريبات، ليس إلا ليس هناك جهة رسمية أدلت بهذا التصريح وأن هناك السعودية استدعت مثل هؤلاء المسؤولين. هذه مجرد تخريبات. أنا أتحدث في السياق العام للمشهد الذي تعيشه العاصمة عدن، وهي العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية. هذه الإشكاليات يجب أن تحل بأقصى سرعة. أنا قرأت تصريح، أول تصريح للمحافظ عدن الجديد، ويقول أن مهمته مهمة خدماتية وليست سياسية. وهذا التصريح يحمل في شقيه بالنسبة لي في تصوري أنا شق إيجابي وشق سلبي مخيف. الشق الإيجابي أن المحافظ يريد أن يقدم خدمات للناس في عدن. الشق السلبي من تصريحه أن محافظ عدن ليست مهمة خدماتية. محافظ عدن هو الرجل الأول في المحافظة وهو الرجل الأول في العاصمة، ومهمة المحافظ ليست خدماتية فقط، مهمة المحافظ مهمة كاملة لإدارة محافظة كاملة، وتندرج في هذه الإطار مهمات خدماتية وسياسية واقتصادية وأمنية بالدرجة الأولى، لأن منصب المحافظ هو فعليا هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة. نعم. ومدير الأمن شلال هو نائب رئيس اللجنة الأمنية، وبالتالي فإن أول مهمة يجب أن يتصدى لها المحافظ الجديد هي المهمة الأمنية بالتعاون مع نعم سيد سامي، وهذا ما أشار إليه المحافظ سيد سامي، وهذا ما أشار إليه المحافظ الجديد في مؤتمر في الفترة السابقة، وهذا ما أشار إليه المحافظ الجديد في مؤتمره الصحفي اليوم سيد سامي، عندما قال أنه سيسعى لفتح الخطوط مع الجميع وتطرق لعدد من الملفات حتى الملف السياسي. ابقى معي سيد سامي لنشرك معنا في الحديث من عدن الصحفي والمحلل السياسي فؤاد مسعد. مرحبا بك سيد فؤاد، وبداية لعلك استمعت لحديث سيد سامي الذي تحدث عن أن هنالك من ضمن الإشكالات التي تواجه المحافظ الجديد هو بيان الحراك الأخير وجملة من التحديات أبرزها التحدي الأمني في المحافظة، برأيك ما هي التحديات التي تواجه المحافظ الجديد وبما أورده السيد سامي؟ سامي وبالتالي المتابعين والمشاهدين، وفي الحقيقة يعني ان المهام والاعباء التي تقف امام المحافظ في هذا التوقيت هي كثيره، لكن يظل التحدي الامني هو البارز، على اعتبار ان هذا التحدي ظل يعني يواجه الحكومه بشكل عام والسلطات المحليه بشكل خاص منذ انتهاء الحرب وتحرير عدن منتصف العام قبل الماضي، بالاضافه الى يعني ملف الخدمات وهو ملف شائك ومثقل يعني بالكثير من التداخلات والتعقيدات التي يعني تعني انه يجب على المحافظ ان يكون يعني اكثر ادراكا لتعقيداتها، اي اكثر يعني ادراك لاهميه ان ان ان, أن أن يعمل على تلبية احتياجات المواطنين في هذا الجانب، لأن المواطن لا يجب أن ينتظر كثيرا، المواطن انتظر أكثر من عامين حتى يعني
تعود خدمة الكهرباء ولا تزال يعني متدنية. بل يعني الكارثة في الأمر أنه يأتي هذا الصيف وهو الصيف الثالث ولا تزال المعالجات يعني دون المستوى المأمول إن لم تكن هناك يعني إصلاحات جادة ومعالجات حقيقية وحاسمة في هذا الأمر. بالإضافة إلى أن يعني التعقيدات لا تقف عند هذا الجانب الخدماتي والأمني لكنها تضاف إليها التعقيدات السياسية، خصوصا أن المحافظ يعني أعقب فترة اللواء الزبيدي الذي أقيل وأثارت هذه الإقالة ردود فعل من قبل أنصار الحراك الجنوبي، وإلى يعني حتى البيانات الأخيرة الصادرة عن الحراك تعتبر أن يعني تعيين المصلحين في لإرادتهم أو ما يطلقون عليه تحدي المليونية التي خرجت بالإعلان التاريخي حسب وصفهم، وبالتالي كيف يعني سيتعين على المحافظ الجديد أن يعمل على ردم الهوة بين الحكومة باعتباره هو يعني رجل الحكومة وهو ضمن الحكومة وليس جزيرة مستقلة عن الحكومة يعني مستقلة بذاتها ولكنه جزء من هذه الحكومة، وهو الرجل الأول في السلطة المحلية كما أسلف الزميل العزيز سامي. كيف سيعمل على يعني تلافي وجود هذه الثغرات؟ كيف سيعمل على ردم الهوة خصوصا أنه يعني في اليومين يعني الماضيين ثبت أن كثير من عناصر وقواعد وقيادات ربما الحراك الجنوبي بدأوا يتفاعلون ويتعاطون مع تعيينه بشكل إيجابي، وكثير منهم كانوا موجودين أثناء استقباله يعني ربما يعني يغلبون جانب المصلحة العامة ويعني تفويت الفرصة على أي قوة أو أشخاص انتهازيين يريدون أن يعني أن يدفعوا بالأمور نحو التأزم ونحو مزيد من الاحتقان الذي لن يستفيد منه سوى خصوم عدن سوى يعني أعداء البلد وأعداء المجتمع، لأنه ليس في مصلحة أحد في هذا الظرف وفي هذا التوقيت مزيد يعني دق يعني نعم اسمح لي بس لأعود إلى سيد سامي الكاف. سيد سامي لعلك استمعت لخطاب المفلح اليوم في مؤتمره الصحفي الذي تحدث بلغة واثقة من نجاحه في المهام المكلفة ووصفها بالتحدي الذي سيسعى لكسبه، باعتقادك على ماذا يعتمد المفلحي؟ ما الذي قد يجعله واثقا في ظل أوضاع كالتي أنت تحدثت عنها؟ بصراحة هذا السؤال يوجه له لو أنه ينطلق من يعني من معلومات خاصة به أنا ليس لي علم بها، ولكن كمواطن قبل أن أكون صحفي المهمات الأمنية هي المفتاح لأي مهمات أخرى سواء للصف أو للمعارضة أو للمواطن البسيط. إذا لم يستطع الرجل الأول في المحافظة إثبات الأمن كأولوية قبل باقي المهام، فبالتالي فأي مهام تأتي قبل هذا السياق هي مهام ستصطدم بعراقيل وصعوبات. هذه يعني أمور بديهية يجب أن نضع النقاط على حروفها. ما لم نضع الأمور الأمنية في المهام الأولى للمحافظة ورجلها الأول فإن بقية المهام ستصطدم بعراقيل. نعم. أنت الآن لديك في المحافظة أكثر من 22 وكيل. كأني أرى فريقين لكرة القدم. وهذه الوظائف نصفها تمت بطريقة غير قانونية مخالفة للقوانين والدستور اللي يفترض أن يتم اتباعه من الجميع. نعم. بعض هذه التعيينات قام بها اللواء المناضل عيدروس الزبيدي المحافظ السابق وهي ليست من صلاحياته، وسبق لي أن أشرت إلى هذا الموضوع. كما أن الشرعية قامت بتعيينات غير صحيحة ولا هي تعتمد إلى أي أسس ومعايير في المحافظة. يجب أولا أن تحل هذه من ضمن الإشكاليات التي سوف يواجهها المحافظ الجديد. نعم. بالإضافة إلى أمور أخرى كثيرة. نعم سيد سامي هناك معطيات. أهم نقطة الآن هي الصدام مع
المحافظ ومن معه الذين يرفضون قرار تعيين المحافظ الجديد. نعم. هذه أول نقطة. إذا لم تحل النقطة الثانية لا جدوى من مناقشة الأمور الأخرى. أولا يجب أن تحل هذه النقطة وعلى ضوها ننتقل إلى النقاط الأخرى. نعم، هنالك من يعول على معطيات لقاء سلسلة اللقاءات التي عقدها المحافظ قبل أن يعود إلى عدن مع سفراء دول التحالف وعدة من الدول، ألا يمكن أن يكون هنالك خطة للوقوف مع المحافظ لإنجاحه في مهامه؟ هذه أمور مفروغ منها. قد يعني عبرت السعودية عبر تصريح من الرئاسة اليمنية بدعمها لقرارات الرئيس عبد الرب منصور هادي، كما أن المحافظ الجديد عبد العزيز الموزعي التقى مع السفير الأمريكي لدى اليمن، وهذه كلها إشارات تدل على أنها تقف مع التعيينات الجديدة. كيف ستتعامل بعد ذلك؟ هذه هي المعضلة التي يجب أن يقف حولها الجميع، بمن فيهم محافظ عدن السابق، لأنه جزء من الصراع الذي يدور في المحافظة. نعم. وبشكل عام أيدروس من الأشخاص يعني المناضلين الذين قدموا خدمات جليلة على مستوى الوطن، يعني حتى من قبل 2015، يعني من قبل الحرب التي قام بها الانقلابيين، وهذا تاريخه معروف. هناك جهات تريد جر الجميع إلى مزيد من الصراع دون الالتفات إلى المهام الملقاة على عاتق الجميع. هذه النقاط يجب أن تحل من البداية، هنا من بداية عمل المحافظ الجديد. نعم، شكرا جزيلا لك سيد سامي الكاف صحفي حدثتنا من عدن. إذن بالعودة إليك سيد فؤاد مسعد، ما الذي يحتاجه المحافظ المفلحي لينجح في مهمته، وما الذي تحتاجه عدن أيضا في هذه المرحلة؟ في الحقيقة أن ما يحتاجه المحافظ المفلحي في هذا مزيد من الدعم الحكومي ومن دعم التحالف العربي، لأنه كما هو معروف يعني المدينة ورثت تركة هائلة وسيئة من يعني من دمار الحرب ومخلفاتها يعني الكثيرة التي طالت معظم المرافق والمنشآت العامة والخاصة، بالإضافة إلى أنه يحتاج إلى يعني فريق محيط به على قدر كبير من الخبرة ومن الكفاءة ومن القدرة على يعني التواصل مع كل الأطراف المعنية لأمر عدن، من ناحية الأمن، من ناحية الخدمات، من ناحية التوافق السياسي والمجتمعي حول ما يمكن أن تقدمه السلطة المحلية. هو أيضا يحتاج إلى يعني من يعني يكون سندا له ودعما يعني دعم مجتمعي ودعم من القوى السياسيه وال يعني المكونات، سواء المكونات المقاومه او المكونات الشبابيه، الى ان تكون سندا له في هذا يعني في هذا الامر، لانه لا يمكن ان يقوم به لوحده. يعني الظرف يختلف عن الظروف العاديه التي يمكن للسلطات ان تقوم نيابه عن الجميع، لكن هذا يعني الامر يصبح متعذر في ظل يعني الظروف التي تعيشها عدن بشكل خاص والمحافظات المحرره بشكل عام، بالاضافه الى انه يعني عدن تحتاج هذه الاداره وهذا الادراك والتعاون من السلطه المحليه والحكومه المركزيه، لانها عدن ليست محافظه عاديه ضمن المحافظات المحرره، ولكنها هي العاصمة، وبالتالي يجب أن تبقى هي النموذج الذي ينبغي أن يعمم على بقية المحافظات. النموذج يجب أن يكون يعني نموذجا يحتذى من ناحية توفير الأمن وتوفير الخدمات الأساسية، وأيضا القيام والتحسيس على قاعدة انطلاق وقاعدة توافق سياسي ومجتمعي من شأنها أن يعني أن تعمل على تحقيق الأمن، وبالتالي تهيئ الظروف والمناخات لاستئناف الحياة العامة من حيث الخدمات ومن حيث يعني إعادة الإعمار وإعادة ما دمرته الحرب أو أعظم وأهم
ما دمرته الحرب، بالإضافة إلى أن الحكومة يجب يعني أن يكون لها حضور في هذا الجانب. لا يمكن أن يعني لا يصح أن تترك السلطة المحلية منفردة. واتضح حتى من خلال ملف واحد وهو ملف الكهرباء أنه لا، المعالجات التي قدمت هي معالجات الحكومة، بمعنى أن السلطة المحلية ليس لديها أو حتى المؤسسات المحلية أو مكاتب الوزارات ليس لديها ما يمكن أن تقدمه، فلم تكن الحكومة تقف على هذه المعالجات وعلى هذه يعني التسويات والحلول في مختلف يعني الجوانب الإدارية والأمنية. نعم، إذا الصحفي والمحلل السياسي فؤاد مسعد كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. بالأخير لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة وأشكر ضيوفي. كان معي من عدن وكيل وزارة الإعلام عرفات مدابش، وأيضا الصحفي سامي الكاف، وأيضا الصحفي والمحلل السياسي فؤاد مسعد. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة. نلقاكم في حلقة قادمة.